بالشهرين الماضيين قدرنا نوقف أنشطة السماسرة والهاكرز والقراصنة اللي كانوا يحجزوا الدوار على حسابكم. عشان هيك ننصحكم إنه ما تستنوا، فوتوا على الموقع واحجزوا الدور وتعالوا اعملوا مبادرة. قمنا بزيادة حصص العمال وقمنا بحملات ضد السماسرة وانتقلنا لدافع الرواتب عن طريق البنوك. عاد العام انضموا إلينا آلاف المتابعين للإنستغرام وحوالي 160 ألف الفيسبوك، ومعهم إحنا في الطريق للمليون. سكرنا العام الماضي بعد إصدار وتجديد 318 ألف ممرنة بس في هاي السنة. شكراً لإنكم كنتوا جزءاً من عملنا وإنتاجنا. من هنا نتمنى لكم سنة سعيدة وناجحة ومثمرة. مستمرين في العمل. نقل 3 أجهزة تصوير بالأشعة السينية من إسرائيل إلى قطاع غزة لصالح المؤسسات الطبية، وتوقع إدخال عدة أجهزة أخرى تمت المصادقة عليها خلال الأيام القليلة المقبلة. نبض الميدان، زاوية أسبوعية. في الأسبوع اللي فات دخل آخر موكب لبيت لحم بمناسبة أعياد الميلاد. باسمي وباسم مكتب ارتباط بيت لحم حابة أتمنى لكل إخوة المسيحية كل عام وإنتوا بألف خير، إن شاء الله تنعاد عليكم وعلينا بالصحة والسلامة وهداة البال. إن شاء الله كل عام منعايد بخير وبسلامة مع بعض. كل عام وإنتوا بألف خير.